اولا السيد رئيس مقاطعه 97 تيدخل كل ما هو سياسي فيما هو رياضي. هذه معلمه تاريخيه رياضيه يعني شيدت من اجل فريق عريق اللي هو الاتحاد البيضاوي، وحملت حملت الاسم ديال مؤسس والاب الروحي ديال الطاس اللي هو العربي الزاوي. الا ان الرئيس بغى يحيد العربي الزاوي ويدير سميتو، ما كانش يدير سميتو على هذه المعلمه. هذه المعلمه ديال الحي محمدي عين سبع. السيد الرئيس ينتمي الى حي كاليفورنيا بعيد عليه. هنا ما تنمارسو السياسه، هنا تنديروا الرياضه، هنا تنمارسو الرياضه. فريق صعد الى البطوله الاحترافيه القسم الثاني، نسعى دائما الى الوصول الى ان شاء الله قسم الصفوه القسم الاول. لابد الجامعه المغربيه لكره القدم فرضت علينا مجموعه من دفتر التحملات، اننا خصنا تكون عند مجموعه من المرافق اللي تكون عندنا ديال 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 الفريق. الا اننا يعني نصطدم بان الرئيس اجهز على مجموعه من المقرات، كما اجهز على مجموعه من القطاعات الاجتماعيه والاقتصاديه والفنيه داخل عماله مقاطعه عين سبع. واليوم جيل الطاس، جيل الاتحاد البيضاوي جاي باغي ياخذ هذا الملعب، وعندنا فريق كبير، يعني فريق كبير تيتسنى الحي المحمدي عين سبع. الا ان السيد الرئيس تيصيفط لنا البلطجيه ديالو اليوم ويمنعونا اننا ما نديروا ندوه، هذه بشكل سلمي جايين نديروا ندوه مع الصحافه. حنا لسنا بسلطه، ما حيدنا لهم والو. الحاله حنا كنشوفوا حنا مصدومين كما جميع الصحافه راه مصدومين، بان كما كنشوفوا عندنا اليوم اجتماع يعني واحد الندوه صحفيه باش نبلغوا للراي العام، يعني الخناق اللي كيعيش فريق الاتحاد البيضاوي كنصطدموا بعدد كبير من الجمعيات اللي جايين من خارج الملعب اللي تم الترويج لهم والاغلاط ديالهم بان فريق الاتحاد البيضاوي يحيدهم من المقرات ديالهم، فهمتي؟ بزاف الجمعيات، وهذا خطا. حنا تربطنا علاقه جد طيبيه بجميع الجمعيات. الهدف ديالنا هو فريق الاتحاد البيضاوي، هو المقر ديال فريق الاتحاد البيضاوي والملعب ديال لانكس الملحق فريق الاتحاد البيضاوي، فهمتي؟ هذا هو الهدف ديالنا حنا. ولكن تنشوفوا بان رئيس جماعه مقاطعه عين سبع كيتصرف هاد التصرفات لا مسؤوله، وكيف ما لاحظنا اليوم كاين الموظفين ديال عين سبع، الموظفين حاضرين هما اللي جابوا هاد الناس، فهمتي؟ ومستشار معاهم هو اللي جاب هاد الناس، حنا شفناهم وتكلمت معاه، قلت له هادشي اللي كتقوم به راه عيب وعار، فهمتي؟ يعني اغلاط باش تجي تغلط المواطنين. هاد الناس من الموظفين اللي تابعين لرئيس مقاطعه عين السبع، وهما اللي تم الاغلاط باش يوقعوا هاد الفوضى وتم الهجوم علينا في اداره النادي. دابا الا كان رئيس الاتحاد البيضاوي ما عندوش المفاتيح، بس انا ما عنديش المفاتيح، واش عندنا شي سلطه على هاد الجمعيات؟ واش انا اللي عطيت الترخيص لهاد الجمعيات باش نحيد لهم الترخيص؟ هذا تم اغلاط هاد الجمعيات، تم الاغلاط ديالهم، فهمتي؟ غلطوهم باش يجيو يقوموا بهاد الفوضى اللي قاموا فيها، وهذا راه تيتسمى تهجم، راه تهجم على اداره فريق الاتحاد البيضاوي، وهذا عيب وعار باش يدفعوا هاد الجمعيات، فهمتي؟ يلتكبوا بحال هاد المسائل اللي هي غير اللي كيعاقب عليها القانون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.